بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله القوي المتين الذي أرسل الأنبياء بالدين المبين وأتمه بأشرفه وجعله خير دين وأيده وأبقاه بمن وفق من خلقه إلى يوم الدين الصلاة والسلام على نبي الأمين الذي أعان هذا الدين حق الإعانة فكان خير معين وعلى آله البررة الخلص من المسلمين وخلفائه وأصحابه المجاهدين والتابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وهو رب العالمين أما بعد فقال من الله سبحانه على عباده المؤمنين حيث وهب لهم الإسلام لنجاتهم الأبدية واختارهم له من سائر المخلوقين وأعز دينه بالذين اجتباه من الموفقين ففي مقدمتهم الشهداء كالصحابة البدريين ثم الخيار من كل جيل فحموا ديننا في أوانهم من أيدي الظالمين أثنى عليهم الله في خير تنزيله بأنهم غير خائفين ولا محزونين وكل من أطاع الله والرسول فأولئك مع المنعم عليهم المفلحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين رضي الله عن أهل النور ساداتي شهداء تطوري رضي الله عن أهل النور ساداتي شهداء تطوري رضي الله عن أهل النور ساداتي شهداء تطوري يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائك من جهنم في غدي توبى لي من بذل الحق يا تلديننا أعطوا نفوسهم لي أعلى عزنا أكرم بهم لهم المفاخر والعلا نالوا سعادتهم بهجران الدنا ورضوا بوعد إلههم محكم تنزيلي من رزق الجنان مع الحنا يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي لا تحسبن الموت للقتلى فلا يبلونا بل يحيونا عند إلهنا يستبشرون ويفرحون بما أتى من ربهم من فضله لهم الغنى إن قيل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فلا يخشون قالوا إننا زدنا به شوقا وإيمانا ألا نعم الوكيل إلهنا هو حسبنا منزل خلائق من جهنم في غدي ها نحن في ذكرى لقوم ساداتي تطور قريتنا بهم نارت لنا إعلاء كلمة ربنا كمع العيدا نشر الهداية ذلكم لهم المنى مثل الأول
بغابات قد جرعوا لمعانيديهم كل بلوى والعنا. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غادي، بشرى لهم ولنا لإكرام له، والمنكرون لفضلهم نال الفنا. يا ربنا من فيضهم وحمايتي اصبغ علينا وعلى من هم لنا، فبحقهم بلغ مرام واهدينا سبل النجاة وحصي لما مقصودنا. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. أن الله تعالى قد من على أهل كل البلاد قديما وحديثا من هذه الأمة المسلمة برجال أكرمهم وخصهم بالمزايا والكرامة، إما بالشهادة أو بالولاية أو بالزعامة العظيمة العامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهو يوم القيامة، لا تنقطع فضائلهم ولا تنتهي فواضلهم بفراقهم الدنيا، بل تزداد وتكون عامة، كما نشاهد ذلك في مشاهد وضرائها في قرى الأرض ومدائنها وأوديتها ودبالها والقمة، ولكن بركات زيارتها تتفاوت على كدر درجاتها، كما قال ذلك صاحب الحياء الغزالي شيخ الأئمة، قال صاحب التحفة الحيتمي فقيه علامة: فزوارهم يعود عليهم منهم مدد أخروي لا ينكره إلا المحرومون من الرحمة، حتى إن قبور بعضهم توصف بأنها ترياق مجرب جربها لقضاء الحوائج الخاصة والعامة، وما قيل في قبر معروف القرخي عليه الرحمة، ومن هذا القبيل مشاهد لا تعد ولا تحصى في أنحاء بلاد الهند، سيما في كيرلا هي وطن الأولياء والشهداء وشعائر الدين العامة، ومنهم الشهداء الراقدون في قرية التاتور التي هي بين مابور ومكة، من مقاطعة كاليكوت جامعون كن فضل وكراما، ومراقدهم حول المسجد الجامع التاتوري في أمكنة متفرقة يزارون ويتبرك بهم مدى الدهور الجديدة والقديمة، حتى إن فضائلهم مشتهرة مصنمة عند أهل السياسة والحكومة، ما نقص احترامهم وما أقل افتخارهم عدم علم عامد بأسماء آهاتهم وتفاصيل أهوالهم، من ينمو كل يوم في النفوس لهم عظمة، فنسأل الله الكريم بهم أن يفتح أقفال قلوبنا وأن يجعلنا من الصالحين يوم الفتن والطامة. رضي الله عن أهل النور ساداتي شهداء تاتور، رضي الله عن أهل النور ساداتي شهداء تاتوري، رضي الله عن أهل النور ساداتي شهداء تاتوري، صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، هانيئا هانيئا لي
على صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات ديار مالي باري صامت في سلامتي وأمن وإسدائر مواساتي كاملة مدى الدهر ليسوقا حربا لأهلها بلى إنهم إخوة نبطن بلا قيلة ولم يمنعوا أهلا صلاتي صلاتهم ولم نمنع الوثني يا قربانه أصلا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات كذلك كانوا إذ بدا في صباحهم أيادي نوح من غوايتهم جهلا فبعض على بيت إله تروا بلا مخافة عقبى صنعهم عما ذا البلا وهموا بتخريب الذي هو معبد به أوقدوا نارا لحرب لتشعل صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات كذاك سعوا في حتك أعراض أهلنا وإغرارهم نسواننا والآراملا فشهداء تاتوري نفوسهم راموا لإرجاء عز المسلمين فقد علا فكروا بلا رعب وفروا خلالهم ككرر يثيلا نرى لهم المثلا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات وقد عدهم أهل الوثوق بأنهم على 22 يا حبذا أهلا فعنهم رضا الله ثم سلامه عليهم بألطاف من الله أرسلا على خير خلق الله والآل كلهم وتباعهم والصحب ألف من الصلاة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات. تفضل على ألوب مراتبهم وصنوا بمناكبهم أهل هذا العصر ومن مضى من العارفين وكان يزورهم الكمل منهم ويقربون إلى مولاهم بوسيلة هؤلاء الكاملين حتى أن إمارات مشاهدهم التي تجري هي بإشارات بعضهم للآمنين وقد أينوا القباب المضروبة عليهم وأبنية ورائهم المباركة التي هي ملجأ للزائرين وقد استفاد منهم الآلاف من الأكابر والعلماء والآمة حتى غير المسلمين وكراماتهم بعد وفاتهم مشهورة وأخبارها مستفيضة بين العالمين
وقد شهد أهل القرية على إفادة نذور الناس لهم الضلاء والجبال إذا ابتلوا بأسر التنفس عافانا الله منهم بهم وجميع المسلمين. وقال بعض علماء جمعية العلماء الآملين: إن واحدا من طلاب درسي قد اشتد به وجع البطن فبكى وطلب المستشفى والأطباء وهو حزين، فأتيت جانب الغربي الجنوبي للمسجد التاتوري مستغيثا بالذي دفن به من الشهداء التاتوريين، ورجعت إلى المريض فلم أرى فيه تغيرا لحاله بل ارتفع صوته بالصياح والتعوير والأنين، فجئته ثانيا منكسر القلب وناديته نداء استعانة المكروبين، فلم يلبث إلا زمنا قليلا فأوفي الطالب وزال ألمه بحذافيره فقام كأقوياء الطالبين. فهذا الشفاء والنصر بحق الشهيد الجليل رحمه الله رحمة واسعة ورحم إخوانه المكرمين. فشكرت الله وزرت به وبسائر المتعلمين قبر الشهيد، جعلنا الله بشفاعة الشهداء يوم القيامة من الآمنين. وهذا القائل كان سابقا في مسجدهم من الأجلاء المددسين، وقد درس فيه في الأزمنة الماضية كثير من العلماء المتقنين، منهم عبد الله الشيروري المتوفى بمكة، ومحمد المرحوم الآكودي، ومحمد المرحوم الباقري، وشيخنا كنياتي رئيس المحققين، وغيرهم من الكرام عليهم الرحمة كل وقت وحين. وقد تعلق بأهل التاتور بتعلق شهدائهم في شتى أمورهم أولياء الزمان كمشائخنا سيم المدوري وعبد القادر الكندوري وغيرهما من المرحومين، عن هؤلاء الأجلة وشهداء الأمة وعنا معهم لضاء رب العالمين. رضي الله عن أهل النور ساداتي الشهداء تاتوري، رضي الله عن أهل النور ساداتي الشهداء تاتوري، رضي الله عن أهل النور ساداتي الشهداء تاتوري. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، توسلنا بمن شهد لدين الله واجتهد، إلهي أعطنا المدد بحق السادة الشهداء، قرأنا مدح أبراري وأحرار وأنصاري لدين إلهنا الباري، وهم ساداتنا الشهداء بهم أصلح لي الأحوال وآمني عن الأهوال، كذا اقبل هذه الأقوال بحق السادة الشهداء. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، بشؤم الذنب قد فسدا ضميري أصلحا بهدى، فهيئ ربنا رشدا بحق السادة الشهداء، وهب لي لطف طاعتي بإخلاص وقرباتي، وأدبني بهماتي بحق السادة الشهداء. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، سجال العفو صب على
ذنوبي خاففا ثقلا ولا تردد سدى أملا بحق السادة الشهدا لنفسي آتي تقواها وتزكية وجملها بعافية وسلمها بحق السادة الشهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي عاف أبدانا كشف جميع مرضانا وبعد كل أعدانا بحق السادة الشهداء وألمنا يا مولا علومك فاهما كلا سرائر دينك الأعلى بحق السادة الشهداء وعلمنا وأولادي وهب للفهم يا هادي وتقواك جعلا زادي بحق السادة الشهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أجرنا من عضال الذال ومن علم قدمت الدار وضالة كلنا ردا بحق السادة الشهداء وأمر بلادة سهل عن الخيرات لا تمهل بخير كلنا أهل بحق السادة الشهداء وبيتا لائقا هب لي حقوقا آدي من قبلي مماتي أعطي سؤلي بحق السادة الشهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتي الأعمار ساداتي وعلماء ديننا آتي لهم حفظا بحالاتي لهم بالسادة الشهداء خصوصا راقد النور أبا بكر كأقماري يضيء قارئ لتاتوري مقاماتي مع الشهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر لآبائي وأجدادي أحبائي أساتذتي أخلائي بحق السادة الشهداء صلاة الله على الهادي وآل ثم أولادي وأصحاب ذوي المجد كذاك أولئك الشهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك ونبيك وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقوق سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وبحقوق ملائكة المقربين وبحقوق الشهداء التاتوريين رضي الله عنهم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف كروبنا وتفرج همومنا وتحصل مقاصدنا وتشفينا من أمراضنا وتعافي آلامنا وتحصن خلاقنا وتوسع أرزاقنا وتطول أعمارنا وتنور قلوبنا وتقضي حوائجنا وتؤدي ديوننا وتصحح أجسامنا وتحصن نياتنا. اللهم لا تخيب دعاءنا بحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتيذنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار الأمان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.